الحمد لله رب العالمين، نحمده جل وعلا ونشكره على فضله وإحسانه وما من به علينا من إدراك الموسم العظيم ومن توفيق لأداء العبادات من صلوات وصيام وصدقات وقراءة، فله الحمد وله الثناء وله الشكر. وأشهد أن لا إله إلا الله، العبادة حق له لا يجوز صرفها لأحد سواه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أوجب الله علينا اتباعه وجعل ذلك سبب من أسباب الفلاح، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نهى الله جل وعلا المؤمنين من تمكين المشركين من دخول المسجد الحرام. والمسجد الحرام في هذه الآيات يراد به عموم الحرم، وقد قال جماهير أهل العلم بأن أهل الكتاب من اليهود والنصارى يدخلون في ذلك، وذلك لأن الآيات التي تلت هذه الآية قد خاطبت أهل الكتاب. واستدل المالكية بقوله إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام على أن الكفار يمنعون من دخول جميع المساجد سواء كان في الحل أو الحرم. قالوا لأن العلة في قوله نجس وتشمل ما يختص بهذا المسجد وبالحرم ويعم جميع المساجد، وجمهور أهل العلم على أن ذلك خاص بالحرم، وأما بقية المساجد فلا يدخلها هذا الحكم. ويستدلون على ذلك بما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوقف عددا من المشركين في المسجد النبوي كثمامة بن أثال قبل إسلامه. لعلنا أن نواصل قراءة الآيات من سورة التوبة، حيث إن الآيات التي جاءت بعدها تتكلم عن موضوع غزوة تبوك وعن نفرة الناس لأن يقاتلوا بني الأصفر من الروم، وذلك أن النفوس جبنت عن لقائهم، وبدأ كثير من الناس يبحث عن الأعذار لترك القتال، خصوصاً أن غزوة تبوك جاءت في وقت حر شديد ووقت حاجة شديدة، ولذا تردد بعضهم. فلعلنا نقرأ عدداً من الآيات المتعلقة بهذا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون.
إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. لما كانت مقاصد كثير من الناس الدنيا فأصبحوا لا يلتفتون إلى الآخرة حذر الله من شيئين: أولهما بذل الأموال فيما لا يحل وأخذها مما لا يحل، ولذا ذكر أكل أموال الناس بالباطل. وأما الثاني مما يتعلق بالتصرفات المالية عدم إنفاق ما أوجب الله النفقة فيه بالبخل وترك الزكاة الواجبة والنفقات المفروضة. ومن هنا جاءت هذه الآيات لتؤكد على هذين الأمرين العظيمين. فقال جل وعلا مخاطبا أهل الإيمان الذين يمتثلون أمر الله، مما يدل على أن الإيمان كما يشمل الاعتقادات يشمل الأفعال والأعمال. قال إن كثيرا من الأحبار والرهبان، والأحبار هم علماء أهل الكتاب وخصوصا من اليهود، وأما الرهبان فهم العباد الذين انقطعوا للعبادة وخصوصا من النصارى. قال تعالى لا يأكلون أموال الناس بالباطل، أي يظهرون للخلق أنهم يقومون برعاية دينهم فيحتاجون إلى مال لإصلاح أمور الدين من بناء الكنائس أو النفقة على المحتاج أو نحو ذلك، فيأكلون أموال الناس بالباطل. فيشمل الباطل الرشاوي بأنواعها، كما يشمل الكذب والاحتيال، ويشمل أيضا أخذ أموال الناس على جهة التوكل لأداء أعمال لا يؤدونها. وفي تحذير الأمة من هؤلاء تحذير من عملهم، بحيث يخاطب الله أهل الإيمان أن يتركوا أكل أموال الآخرين بالباطل حذرا من أن يكون المصير مماثلا لمصيرهم. وذكر من صفاتهم أنهم يصدون عن سبيل الله، يعني أنهم يشوهون سمعة دين الله وأولياء الله، فيكون هذا سببا من أسباب ابتعاد الناس
عن الاستجابة لدعوة الحق. ثم ذكر الأمر الثاني فقال والذين يكنزون، وكلمة والذين تفيد أن هذا الوصف الآتي لا يتأكد في الأحبار والرهبان وإنما يوجد في غيرهم، ولذا قال والذين يكنزون الذهب والفضة، وكنز الذهب والفضة بعدم إنفاقهما، يقال كنز الشيء بمعنى حفظه في مكان لا يطلع عليه ولا يوصل إليه، ولذا قيل كنوز الأرض لأنها خفية تحت الأرض لا يصل إليها الناس إلا بعد كشف وبحث. وأما الذهب فإنه كان عملة الناس باستعمال الدنانير، وقد قيل للذهب هذا الاسم لكثرة ذهابه من يد الإنسان، كما أن الفضة وهي تطلق على الدراهم سميت بهذا الاسم لانفضاضها عن أصحابها، فسرعان ما تنتقل الأموال من أيدي أصحابها بالموت أو بالأخذ أو بالإنفاق. ثم قال ولا ينفقونها في سبيل الله، أي لا يبذلون من هذه الأموال فيما أوجب الله عليهم سواء في الزكاة الواجبة أو في النفقات المفروضة كنفقات الأقارب أو في إغاثة الملهوف أو في الجهاد في سبيل الله لرد أعداء الله عن مرادهم الفاسد بصد الناس عن دين الله. ثم قال فبشرهم، أي بشر هذه الأصناف الثلاثة وأنذرهم وحذرهم من أن يكون مصيرهم العذاب الأليم أي الموجع المؤلم، وهم الأحبار والرهبان الذين يأكلون أموال الناس والذين يكنزون الذهب والفضة. ثم خوفهم مما يفعل بهم يوم القيامة فقال يوم يحمى عليها في نار جهنم، أي يؤتى بالذهب ويؤتى بالفضة ويحمى عليها ثم بعد ذلك تكوى بها أبدانهم، فنار جهنم أشد حرا من نار الدنيا، وقد فضلت بسبعين درجة على نار الدنيا، وبالتالي استشعر الحرارة العظيمة التي تكون في الذهب والفضة عندما تحمى من نار جهنم، ثم يؤتى بها فتوضع على جلود هؤلاء الذين منعوا الزكاة ومنعوا النفقة الواجبة، فقال فتكوى. والكي شي البدن والجلد وشويه بالنار، قال فتكوى بها جباههم وهي أعلى وجوههم ليكون ذلك سمة وعلامة يعرفها كل من شاهدهم، ويحمى بها ويكوى بها في جنوبهم وفي ظهورهم، لأن هذه المواطن أعظم ألما عند وصول النار إليها. ثم يقال لهم، تقوله الملائكة على جهة التبكيت لهم، لم تنتفعوا بهذه الأموال بل تضررتم بها، ولذا قالوا لهم هذا ما كنزتم، هذا العقاب وهذا الكي إنما جاءكم مما كنزتم، فإنه يؤتى بذهبهم وفضتهم فتوضع على هذه المواطن من أبدانهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا، أي اشعروا بألم الكي لأنه
ما كنتم تكنزونه وتحفظونه في الدنيا فلا تنفقونه فيما أوجب الله عليكم. ثم ذكر الله جل وعلا شأنا من شأن المشركين، ألا وهو تغيير معالم شرع الله. فإن الله جل وعلا قد بعث إبراهيم عليه السلام بالملة الحنيفية، وكان مما بعثه به أن أقام للناس الحج وأن أعلمهم بشهور السنة القمرية، وأمرهم باحترام أربعة أشهر هي شهر ذي القعدة وذي الحجة والمحرم ورجب الذي بين جمادى وشعبان، فغلظ إثم الاعتداء فيها وأوجب على الناس أن يتركوا القتال فيها. فقال تعالى: إن عدة الشهور، أي إن الشهور التي تكون في السنة الواحدة عند الله، أي في تقدير الله وفي حكم الله جل وعلا، 12 شهرا. وقيل للشهر هذا الاسم لاشتهاره وظهور أمره، فإنه يبنى على الهلال الذي يعرفه كل واحد من الناس ويشاهدونه فيشتهر أمره، فهي عند الله في كتاب الله، يعني في اللوح المحفوظ، يوم سجل مقادير الكون، يوم خلق السماوات والأرض. ومنها أربعة حرم، يعني يشتد تحريم القتال فيها. ثم قال: ذلك الدين القيم، أي هذا هو التقدير العظيم الذي له قيمة من عند الله جل وعلا، وهو الدين الذي يجب عليكم أن تطيعوا الله به. ثم قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي يحرم عليكم أن يكون هناك اعتداء منكم على غيركم، ولئن كان الاعتداء في جميع السنة محرما فإنه في الأشهر الحرم يشتد ويعظم، حتى إنه ليعظم حرمة هذا الشهر في المجازات وأخذ الثأر. ثم قال: وقاتلوا المشركين كافة، أي ليكن من شأنكم أن تسعوا إلى رد المشركين عن صد الناس عن دين الله بقتالهم وإزالة دولتهم، بحيث لا يمنعون الناس من دخول دين الله. ثم قال: كما يقاتلونكم كافة، فإن أهل الشرك يقاتلون أهل الإسلام ويصدون الناس عن الاستجابة لدين الله، ولذا عوملوا بمثل عملهم. ثم قال: واعلموا، أي تيقنوا واجزموا تمام العلم واليقين بأن الله سيكون مع المتقين ناصراً ومؤيداً وجاعلاً الكلمة لأهل الإيمان، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ثم ذكر طريقة لأهل الشرك، ألا وهي النساء، والمراد به التأخير، وذلك أنهم إذا أرادوا أن يقتتلوا أخروا شهراً من أجل أن يكون هذا طريقة لإباحة القتال عندهم، فإنهم يمتنعون عن القتال في ذي القعدة وذي الحجة فتطول عليهم المدة، ويريدون أن يجعلوا لهم
فسحة في المقاتلة فيما بينهم، فيقولون نؤخر شهر محرم ليكون محل شهر صفر، وبالتالي يؤخرون العام كاملا فتكون السنة 13 شهرا. فرد الله عليهم بقوله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا. ولما حج أبو بكر في السنة 9 أعلن لهم هذا المبدأ بتحريم النساء، ولذا لما حج النبي صلى الله عليه وسلم في 10 قال إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم، وحينئذ بقي الأمر على ما هو عليه من إثبات ما كان من شرع الله في هذه الأشهر. ثم قال إن النسيء أي تأخير تحريم القتال زيادة في الكفر، أي أنه من أسباب زيادة درجة الإنسان في الكفر، ولذا قال تعالى يضل به الذين كفروا، أي يكون سببا من أسباب ضلالهم وانصرافهم عن الحق، ويحلونه عاما أي يجعلون شهر محرم مباحا في عام، ويحرمونه عاما آخر ليواطئوا، يعني ليكون آخر الأمر موافقة منهم لعدة ما حرم الله، فيكون من عملهم إباحة ما حرم الله، وحينئذ نعلم خطأ فعلهم وطريقتهم التي ساروا عليها. قال تعالى زين لهم سوء أعمالهم، فإنهم ظنوا أن ما يفعلونه من الأمور المستحسنة الطيبة، وهذا من ضلالهم ومن بعدهم عن الحق، والله تعالى قد قدر على الظالمين أنهم لا يهتدون للحق جزاء أفعالهم وبسبب ما يفعلونه من الكفر والمخالفة. وفي هذه الآيات تحذير الناس من أكل أموال الآخرين بالباطل، وبيان أن ذلك من المحرمات التي يشتد غضب الله على العبد بسببها. وفي هذه الآيات تحريم صد الآخرين عن سبيل الله، وبيان أن صرف الناس عن الحق والهدى من أعظم أسباب نزول العذاب الأليم بالإنسان. وفي هذا تحريم وضع الدعايات الكاذبة التي تصد الناس عن شيء من الطاعات. وفي هذه الآيات وجوب إخراج الزكاة، وأنها فرض لازم لا يجوز للإنسان أن يسوف أو أن يتركه. وفي هذه الآيات وجوب النفقة اللازمة كالنفقة على الأولاد والزوجات وعلى الأقارب المحتاجين، وأنه لا يجوز للإنسان أن يسوف في ذلك. وفي هذه الآيات من الفوائد وجوب الزكاة في الدنانير والدراهم من الذهب والفضة، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. وقد استدل الإمام أبو حنيفة بهذه الآية على وجوب الزكاة في الحلي الذي تلبسه المرأة، ورأى أن الآية بعمومها تشمل هذا الحلي، خصوصا أنه قد ورد في الحديث
أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليها سوار من ذهب، فقال: هل تؤدين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما سوارين من نار يوم القيامة؟ وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحلي إذا كان على جهة محرمة كحلي الرجل الذي يلبسه، أو كان كثيراً خارجاً عن حد المألوف، فإنه تجب الزكاة فيه. أما الحلي الذي على مقدار العادة تلبسه المرأة أو يستعمله الرجل للعارية، ذهبوا إلى أنه لا تجب زكاته، واستدلوا عليه بما ورد في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا زكاة في الحلي. ولكن هذا الحديث ضعيف الإسناد، فإنه من رواية رجل يقال له عافية ابن أيوب ضعيف. واستدلوا بآثار وردت عن الصحابة رضوان الله عليهم، ولكن هذا الاستدلال لا يصح لهم، فإنه قد خالف هؤلاء الصحابة صحابة آخرون، والقاعدة أن الصحابة إذا اختلفوا فإنه لا يحتج بقول بعضهم على بعضهم الآخر. واستدلوا ثالثا بالقياس، فقالوا: إن أموال القنية من المساكن والملابس والمراكب لا تجب الزكاة فيها، فهكذا الحلي لأنه يستعمل لباسا. وهذا استدلال بقياس في مخالفة ظواهر نصوص متعددة، والقياس الذي يخالف النص لا يعتبره العلماء ويسمونه قياس فاسد الاعتبار. ولذا كان قول الحنفية في هذه المسألة أقوى من قول الجمهور فيها. وفي هذه الآيات أن ما أديت زكاته من الأموال فإنه لا يعد كنزا محرما، وإنما يكون الكنز المحرم في الأموال التي لا تؤدى زكاتها. وفي الحديث: وجوب النفقة في سبيل الله متى احتاج هذا المصرف، ووجوب العناية به. وفيه فضيلة النفقة فيما يؤدي إلى نشر هذا الدين وعظم أجر المنفقين فيه. وفي هذه الآيات أن من عصى الله بأمر عذب به، كما عذب هؤلاء بالأموال التي كنزوها ولم ينفقوها في سبيل الله. وفي قوله: فتكوى بها جباههم، رأى بعض أهل العلم استدلالا بهذه الآية على جواز كي المريض، بأن تؤخذ حديدة فتوضع على موطن معين من بدنه وهي حارة لتلذع ذلك الموطن. والكي علم له اختصاص، بحيث إن الموطن الذي يكوى فيه لا يعرفه إلا من زاول هذه المهنة وخبرها وبذل فيها من أوقاته، ولذا فليس هذا أمرا متاحا للجميع، وإنما يعرف بالتجربة والخبرة. وفي هذه الآيات من الفوائد وجوب اعتماد السنة القمرية وأن تكون التواريخ بها، فإن الأحكام الشرعية مرتبطة بالتواريخ القمرية، فالصيام الواجب في شهر رمضان
وهو الشهر التاسع من السنة القمرية، والحج يكون في شهر ذي الحجة في الشهر الثاني عشر، وعاشوراء تكون في شهر محرم وهو من شهور السنة القمرية. ثم إن الأشهر الحرم إنما تعتبر بالأشهر القمرية، ثم العدد والكفارات إنما تكون بالأشهر القمرية، فعدة الوفاة وعدة الطلاق لمن كانت من غير ذوات الأقراء، وكذلك صيام الشهرين المتتابعين في الكفارات إنما يعتبر فيه الشهر القمري. وهكذا هناك عدد آخر من الأحكام الشرعية من مثل الزكاة، فإنها تجب في العام مرة، ووجوبها إنما هو في السنة القمرية، ولا يجوز احتسابها بالسنة الشمسية. ولذا على أهل الإيمان أن يعتمدوا السنة القمرية وأن يسيروا عليها في حساباتهم وجميع أمورهم. وفي هذه الآيات بيان أن اللوح المحفوظ قد سجلت فيه جميع الوقائع والحوادث التي تكون في الدنيا إلى قيام الساعة. وفي هذه الآيات التأكيد على حرمة الأشهر الأربعة، وهي شهر رجب وشهر ذي القعدة وشهر ذي الحجة والمحرم. وقد أخذ الإمام الشافعي من هذه الآيات أن الدية تغلظ على من قتل خطأ في الأشهر الحرم، قال لحرمة هذه الأشهر، والجمهور يخالفون الإمام الشافعي في هذا، ويقولون إن عموم النصوص الواردة بإثبات الدية غير مغلظة في القتل الخطأ يشمل الأشهر الحرم. واستدل بالآيات على تأكيد تغليظ حرمة الاقتتال بين المسلمين في هذه الأشهر الأربعة، واستدل بها بعضهم على المنع من ابتداء القتال مع الكفار في هذه الأشهر الأربعة، وإنما يكون على جهة المدافعة لهم. ورأى طائفة أخرى أن هذا الحكم منسوخ، وقد استدلوا عليه بأن النبي صلى الله عليه وسلم غزا أهل الطائف فيها. وعلى كل فاجتناب ابتداء القتال في هذه الأشهر أولى وأحسن. وفي هذه الآيات وعد الله للمؤمنين المتقين بأن يكون معهم بنصره وتأييده ومعونته جل وعلا، وذلك أن معية الله للعباد على نوعين. النوع الأول معية عامة تكون بالعلم وتشمل الجميع من المؤمنين والكفار على تنوع أصنافهم، وهناك معية خاصة بالنصر والتأييد كما في هذه الآية. وإثبات معية الله لا يقتضي مماسة ولا مقاربة، فأنت عندما تسمع بقتال بين مسلمين وكفار في موطن نائم في مشارق الأرض أو مغاربها تقول أنا مع المسلمين، وذلك لم يقتضي مماسة ولا مقاربة.
وبالتالي فإثبات صفة المعية لله جل وعلا لا يتنافى مع إثبات صفة العلو له سبحانه وتعالى. وفي هذه الآيات التأكيد على تحريم طريقة أهل الجاهلية في تأخير التحريم للأشهر. وفي هذه الآيات بيان أن الكفر على مراتب، وأنه ليس على مرتبة واحدة، وأن الإنسان يزداد، وأن الكافر يزداد كفره بإقدامه على معاصي الله جل وعلا. ومن هنا كانت النار دركات وليست على رتبة واحدة. واستدل بهذا على أن الكفار يخاطبون بفروع الإسلام. وقد نازع في هذه القضية عدد من أهل العقائد المخالفة، فرأوا أن الكفر على رتبة واحدة، وأن أهل الكفر لا يتفاضلون فيما بينهم، وبنوا هذا على قولهم بأن الكفر إنما يكون بالاعتقاد، والاعتقاد أمر واحد. وهذا كلام خاطئ، فقد دلت النصوص على أن الكفر قد يحصل بالفعل، وقد يحصل بالقول، وقد يحصل بالاعتقاد، وقد يحصل بالشك والتردد. ولذا قال تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء، فأثبت لهم الكفر بمقالتهم هذه المقالة الكفرية. وهكذا قال جل وعلا في كتابه: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فكفرهم بمقالتهم هذه. وقد قال تعالى: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم. فدل هذا على أن الكفر قد يكون بالفعل، وقد يكون بالقول، وقد يكون بالاعتقاد. ولكن لينبه على أمرين: أولهما أننا لا يصح لنا أن نحكم على أحد بكفر إلا بناء على دليل من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو إجماع الأمة، ولا يجوز لأحد أن يسارع في تكفير أحد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. والأمر الثاني أن يعلم بأن الإنسان قد يقدم على أمر مكفر لكنه لا يكفر بذلك لوجود عذر عنده من جهل أو نسيان أو نحو ذلك. وهكذا ليعلم بأن ما جاء في النصوص باسم كفر مطلقا فإنه لا يحكم بكفر صاحبه، وإنما يحكم به إذا كفره بالفعل، كما لو قال كفر من فعل كذا، أو إذا كفره أو أطلق عليه اسم الكفر. أما إذا جاء بلفظة كفر بدون أن تكون معرفة فإنه يراد بها الكفر دون الكفر الأعظم. وذلك أن الكفر نوعان: كفر أعظم يخرج من الملة،
وكفر دون ذلك. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثنتان في أمتي هما بهما كفر، النياحة على الميت والاستسقاء بالأنواء. ومن فوائد هذه الآيات أن الضلالة يجر بعضها بعضا، وأن المعصية يتداعى بعضها عند وجود بعضها الآخر. وفي هذه الآيات وجوب تحريم ما حرم الله وتأثيم من أحل ما حرم الله جل وعلا، وبيان أن ذلك من كبائر الذنوب وعظائم الآثام. وفي هذه الآيات أن الإنسان قد يزين له فيرى الشر والضرر خيرا وحسنا، وبالتالي يحذر الإنسان من العمل بما يراه مخالفا للنصوص الشرعية، فإن الشيطان قد يزين للإنسان أن بعض الأفعال تتحقق بها المصالح وتكون سببا لجلب الخير، ويكون الأمر بضد ذلك، فإنما كان موافقا للشرع فهو من أسباب الخير والفلاح، ومن كان مضادا للشرع فهو من أسباب السوء والشر. ولذا كانت المصالح الملغاة لا يجوز الاعتماد عليها. والمراد بالمصالح الملغاة ما ظنه الناس مصلحة وهو مخالف للشرع، فإنه في حقيقة الأمر مفسدة، وإن رأى بعض الناس أنها على خلاف ذلك. ومن هنا من ظن أن الأرباح والتجارات تحصل بالربا فهو مخطئ، لأن الربا مفسدة وشر كله، وما حرم الله فإنه مفسدة. وهكذا من رأى في أي مخالفة للشرع أنها تحقق المصلحة فهذا من تزيين الشيطان لسوء عمله. وفي هذه الآيات أن الهداية من الله جل وعلا، يهدي من يشاء، وأن الهداية لها أسباب من فعل العبد، فعلى الإنسان أن يبذل أسباب الهداية، كما أن لها موانع تمنع من حصولها تعود إلى العبد، منها الكفر. ولذا قال: والله لا يهدي القوم الكافرين. بارك الله فيكم وأسعدكم في دنياكم وأخراكم، وجعل عاقبة الأمور لكم خيرا، كما نسأله أن يجعلنا من المتمسكين بشرعه. اللهم اجعل لنا المكاسب المباحة التي تكون سببا من أسباب نيلنا وتمكننا من الأعمال الصالحة. وهنا أذكر بشيء، وهو أن الشرع لا يمنع من كثرة تملك الأموال، ولا يجعل ذلك منقصة لصاحبه، إنما يجعل المنقصة في اكتساب المال من الحرام أو في إنفاقه في الحرام أو فيما لا منفعة فيه. ولذا كان الصحابة يشتغلون ويمتهنون التجارات، بل لم يعب الله على الناس أن أحبوا الأموال، كما في قوله: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وقال: وآت المال على حبه ذوي القربى الآية. وقال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا فسماه الله خيرا. وهكذا قال:
يوم لا ينفع مال ولا بنون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فمن أتى الله بالقلب السليم فإنه ينتفع بماله وبولده. ومثله في قوله تعالى: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون. بارك الله فيكم، وفقكم الله لكل خير، جعلكم الله من الهداة المهتدين، كما نسأله سبحانه أن يصلح أحوال الأمة وأن يردهم إلى دينه الرد الحميد، وأن يجعل عاقبتها في الأمور كلها إلى خير. ونسأله أن يوفق ولاة أمور المسلمين للعمل بشريعته واتباع هدي نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم كل إخواننا في غزة، اللهم يا حي يا قيوم، سد جوعتهم وأمن خائفهم وأكس عاريهم وأوي مشردهم وتولهم من عندك. اللهم اكفهم شر عدوهم، اللهم اجعل هذا العدو خائبا خاسرا بفضلك وقوتك يا ذا الجلال والإكرام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.